بس البرنامج نتاعنا نعطيو اهميه كبيره للحرف والصناعات التقليديه رياض، وقلنا هذا رياض الصناعه التقليديه والحرف يمكن ان تكون زيد رياض اساسي في التطور الاقتصادي واعاده العائلات الجزائريه. لما لا تصدر للخارج؟ لذا احنا في رؤيتنا التكفل بالحرفيين والتكفل باللي بقطاع الصناعه التقليديه بصفه عامه هو في محور التزاماتنا الى وصلنا لرئاسه الجمهوريه، ونلتزم بتاسيس صندوق راح يتكفل بتمويل المشاريع الحرفيه وتمويل الحرفيين على المستوى الوطني والاكونبانيمون تاعهم باش يوصلوا ان شاء الله حتى يصدروا المنتجات تاعهم ويغطيوا طلبات السوق الوطني. وكاش تلقاو السوق وين شويه كاين طلب ما كاينش؟ مايلا هي عيسى ناقصه الناس ما تشريش وما كاينش زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.